اعتبر عدد من المشاركين في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أن هذا الحدث الدولي منصة عالمية تهدف إلى التعرف على أهم التوجهات المستقبلية واكتشاف الفرص الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد. بلا شك ما رأيناه اليوم من معلومات، ما رأيناه من كمية تطوير اقتصادية في أغلب دول الخليج، بلا شك هذا يشجع الشركات الكبرى المتواجدة في دول العالم المختلفة أن تأتي وتستثمر في هذه المنطقة. أمانة رأينا هناك إدارات جديدة، رؤية جديدة جيدة، وبلا شك هذه سوف يعني تنعكس بالخطط القريبة والمتوسطة وأيضا الطويلة. طبعا وجود البحرين بشكل كبير في المنتدى العام هذه برئاسة سمو الشيخ سلمان بن حمد الخليفة نائب الأول رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وفد كبير حكومي من جميع الجهات الحكومية، وكذلك متواجد هنا عندنا وفد كبير من القطاع الخاص البحريني موجودين برئاسة رئيس غرفة التجارة. طبعا أنا كممتلكات هذا أعتقد فرصة مناسبة جدا يكون لنا تواجد في المؤتمر هذه. المؤتمر هذه يطرح كثير من الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وطبعا المملكة جهة استثمارية واعدة وإحنا طلعين الاستثمار فيها. استفاد اليوم من ذي المؤتمر خصوصا في المشاريع اللي راح تطرحها المملكة العربية السعودية وهي مشاريع ضخمة، خصوصا يمكن تكون في أكبر سولار فارم بتكون في العالم للطاقة الشمسية، وبالنسبة لنا اليوم لما نحن المملكة البحرين تطرح مناقصة 100 ميجا وات للسولار فارم، أعتقد ذي النوع من التقارب في المشاريع يفيدنا فنيا في استقطاب الشركات اللي قد تكون ممكن تقوم بدور ذي المشاريع في مملكة البحرين. مشاركتنا في المؤتمر هذا تأتي من العلاقة الاقتصادية الكبيرة اللي عندنا بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، وهذه العلاقة الاقتصادية اللي أصبحت تمتد لسنوات، والآن المنطقة تمر بعدة أوضاع اقتصادية جديدة وحالة اقتصادية جديدة، فتتطلب منا أن نحن كدول الخليج أن نشكل تكتلات اقتصادية كبيرة حتى يصبح اقتصادنا منافس للاقتصاد العالمي. نحن شركة متعددة الاستثمار، عندنا تعددية الاستثمار في المجال المالي، عندنا يعني حصة كويسة في بنك البلاد، في شركة جدوى ممثلين فيها، بعدين في الناحية العقارية أنشأنا شركة ماسك اللوجستية، عندنا استثمارات عبر الحدود، وكمان وجودنا في هذا المؤتمر يعزز من أنه نحن يعني نتكتل مع بعض الجهات الاستثمارية وندعمهم وكمان نعطيهم صورة طيبة للمناخ الاستثماري في المملكة. صراحة كان في لقاء جدا مثمر على مستوى الرؤساء التنفيذيين لجميع الشركات، هذا راح يعكس لنا طبعا 100% أكيد على أن نستطيع أن نعرف آخر الحلول وآخر التكنولوجيا اللي نقدر بإذن الله نوفرها إلى منطقتنا وخصوصا إلى منطقة مملكة البحرين. النقطة الثانية كذلك نعرف ممكن يكون في يعني تحالفات استراتيجية بيننا وبين الشركات الكبرى اللي موجودة في هذا المؤتمر،